المكيف الحراري هو جهاز يكيف الحرارة وفق درجة معينة للاستفادة من حرارة مواتية لجسم الإنسان. المروحة ألعن من التكييف. اللي بينام تحت مروحة ده أبشر، اللي بينام تحت مروحة ده جيوب أنفية، زوره مقفول، عضلات جسمه كلها متكسرة، فشل كلوي، ضعف مناعة، إسهال، يقوم من النوم كأنه متدغدغ. مروحة فوق السرير دي جريمة. الجو حر، الجو حر، حضرتك شغل حاجة جانبية. توجه المروحة ناحية العيد، اوعى الهواء يجي عليك مباشرة. طيب، أضبط التكييف على كام؟ في تكييفات بتتظبط على 29 على 30 ماشي، لو درجة حرارة بره 40 وأنا ظبطتها على 30 كويس، ليه 30؟ لأني أنا درجة حرارتي 37 فما فيش داعي أنزل قوي. لكن أضبط التكييف على 16 ويبقى الأوضة ثلاجة ويقول لك أنا بتغطى في الصيف، أنت شليت جهاز العرق، شليت جهاز المناعة. العرق شفاء. كان زمان في المستشفى لو المريض عرق، والله العظيم لو المريض عرق نفرح، عارف ليه؟ لانه هيخف. كنا بنديله بقى المضاد الحيوي وحاجه من عائله الاسبرين والكافيين، وكل ده بيعرق. اول ما المريض يعرق نفرح. طب هو في التكييف يعرق ازاي؟ اعرقه ازاي؟ انت شليت جهاز العرق. لو الطفل عنده حمى والطفل ده عرق نفرح، لان الطفل ده هيخف. طب دلوقتي قاعد في التكييف هيعرق ازاي؟ فالتكييف ده دمر المناعه، دمر الجيوب الانفيه، دمر السنان، التكييف دمر العضلات، دمر الهضم والامتصاص، التكييف والمروحه اللي فوق السرير دمرت الكلى، فشل كلوي، دمرت العظم، دمرت كل حاجه سيادتك. عارف انت لو نمت على البلاط ارحم ما تشغل التكييف. عارف انت لو فتحت نسمه صغيره كده وشبكت الشيش، لو عندك شيش يعني، لكن لو عندك الوميتال بقى يعني حط سلك وسيب جهاز العرق يشتغل. من فضلك، من فضلك تفرح لو العرق جه. اذا بصفه عامه المكيف الحراري لا خوف منه ولا يمكن ان يتخوف الانسان، شريطه ان يكون محترما لهذا المعدل الذي وصفته، ثم يمكن ان يستفيد من هذا المكيف.